أهلا بكم في النشرة الثقافية. افتتح المعرض الفني عزيمة أبوابه في مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والأثار، وذلك بحضور سعادة رئيس الهيئة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وسعادة المدير التنفيذي لمعهد مسك للفنون ريم السلطان، إضافة إلى عدد من المسؤولين من المعهد والهيئة والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين. من كلمة عزيمة، هذا المصطلح الخليجي الذي يدل على حدث اجتماعي أو مناسبة يجتمع فيها الأقارب والأصدقاء، تزرع فيها الشعور بالانتماء وتحفز على التواصل والألفة، فكيف لنا أن نكشف عن التغيرات التي مرت على ظاهرة العزيمة عبر السنين؟ وكيف لفنانين ما أن يجتمعوا يعبروا بأساليبهم الفنية عن هذا الحدث الاجتماعي الفريد؟ فمن معرض عزيمة الذي جاء من مدينة الرياض إلى المنامة يفتح أبوابه أمام مرتاديه من الجمهور بالتعاون بين هيئة الثقافة ومعهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك. يأتي هذا المعرض ضمن التعاونات الثقافية القائمة بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والمؤسسات الثقافية في المملكة العربية السعودية. هذا المعرض الذي يأتي بتنظيم من معهد مسك للفنون يستعرض معرض عزيمة الذي عرض في الرياض العام الماضي، وهذه هي المحطة الثانية له للجمهور البحريني، ويمتد من الآن إلى اليوم الوطني السعودي نحتفي به بهذه الأعمال الفنية التي تستعرض جزءا هاما من ثقافتنا الشعبية، ألا وهي الاحتفاء والاحتفاء بالضيف بشكل خاص من خلال الأعمال الفنية، بالإضافة إلى البرامج الثقافية المصاحبة طوال امتداد هذا المعرض. المعرض يختص بالعزيمة وكيف أنه هو مفهوم موجود في الخليج، وكل الفنانين اللي عارضين اليوم معانا هم من الخليج، ويحكي على إيش أهم الممارسات أو إيش الانطباعات اللي تكون عادة في العزيمة وتجمعنا كخليجيين، فهذا هو المفهوم العام لمعرض عزيمة. معرض عزيمة يشارك فيه 10 فنانين من دول الخليج الشقيقة يقدمون أعمالاً فنية تحاكي المناسبات الاجتماعية في الخليج، بالإضافة إلى الفعاليات الجانبية التي تحتفي بالثقافة والفنون الشعبية الخليجية. شاركت في المعرض اليوم في البحرين عن الطرز المعماري اللي مرت فيها السعودية من بيت الطين للخرسانة إلى الطرز المعمارية الحديثة مثل الرخام أو الأحجار اللي أتت بعد الرخام، أو حتى المباني المعاصرة الآن بالزجاج وبالستانلس ستيل، وأضفت عليها زخرفة البشت اللي هي الشمسة. كنت أبغى أركز على الأشخاص اللي خلف الكواليس في الزواجات، خصوصاً بالزواجات السعودية، لأن أنا مصورة سعودية، صورت أكثر من 300 زواج، وحاولت الصور اللي نختارها هنا تكون الطقاقة أو الصبابة أو الشخص اللي يكون هم اللي يرتبون الزواج من دون ما أحيانا العروس تعرف عن وجودهم. إقامة المعارض ذات طابع خليجي تاريخي وتراثي من شأنه أن يعزز الهوية الخليجية لما يتم استحضاره من عادات وتقاليد يتوارثها الأجيال عبر الأزمنة كإرث تاريخي يجب الحفاظ عليه. الأعمال المشاركة في المعرض جاءت لتعكس رؤية الفنانين الفريدة لواحدة من أبرز المناسبات الاجتماعية في الخليج، وهي العزيمة بكافة جوانبها، ليصنعوا للجمهور تجربة استثنائية تستحضر أجمل الذكريات وتساهم في تقدير الثقافة والعادات الإنسانية في المجتمع الخليجي. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. تواصل سلسلة محاضرات حوار مع حرفي نشاطها، حيث استضاف متحف البحرين الوطني لقاء بعنوان حوار مع نخلاوي قدمه الحرفي السيد صالح جعفر حسن، وحظي الحضور في هذا اللقاء بفرصة للتعرف على حرفتي صناعة السلال وسف الخوص، كما تعتبر هاتان الحرفتان من الحرف اليدوية البحرينية المتوارثة عبر الأجيال والمنتشرة في المناطق التي تكثر فيها أشجار النخيل.
كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فريق صناع الفيلم البحريني يامال ضمن الحفل الختامي للنسخة الثانية في مسابقة الأفلام القصيرة حكاية أثر والتي نظمها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع هيئة التراث في المملكة العربية السعودية. ويسلط الفيلم البحريني القصير يامال الضوء على مسار اللؤلؤ المسجل في قائمة التراث العالمي والذي يجسد تراث الآباء والأجداد وتاريخ مملكة البحرين العريق في استخراج اللؤلؤ وتاريخ النواخذة في البحرين. سمح مجمع اللغة العربية في القاهرة بإدخال كلمات جديدة في القاموس العربي منها ترند وترويقة وترويسة وترهل، وأجازت لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع كلمة الترويقة وهي ما يؤكل ويشرب في الصباح على الريق، وكلمة ترويسة وتعني العنوان الرئيسي الذي يذكر في رأس الصفحة، أما كلمة ترهل أو تراخ وهي تعني الضعف في أداء الواجب. وقال المعجم أن كلمة الترند هي كلمة معربة من الأصل الإنجليزي وتعني نزعة أو ميل أو موضة.